السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج فقه الثورة يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا الحرية كلمة براقة خرجت الشعوب في سبيلها ولنيلها فهل في الإسلام حرية وإن كان هناك حرية ما ضوابط هذه الحرية يسعدنا أن نستضيف للحديث في هذا الموضوع فضيلة الدكتور إبراهيم عبد الله سلقيني دكتوراه في الفقه الاجتماعي مرحبا بكم فضيلة الدكتور حياكم الله الله يجزيكم الخير فضيلة الدكتور لو بدأنا بمفهوم الحريه في الاسلام يعني نستهل الحلقه ببيان معناها مفهوم الحريه في الاسلام هي الخضوع الشامل والتام لله سبحانه وتعالى هذا <applause> هذا التعريف الذي يظهر منه انه متعارض، كيف هي حريه وكيف هي خضوع. هذا الخضوع الكامل والتام لله سبحانه وتعالى يعني التحرر الكامل والشامل والمطلق من كل المخلوقات، من العبوديه لكل المخلوقات ومن العبوديه للنزوات والشهوات النفسيه الانسانيه الموجوده في هذا في هذا الانسان. لا يكون خاضعا لشهوته ولا لنزوته ولا لرغباته ولكن يكون خاضعا لاله الكون. أه بهذا هذا المفهوم الشامل يجعل الانسان ساميا فوق كل القيود المخلوقه في هذه الدنيا فوق كل القيود التي توجد في هذا الكون وفي هذا الوجود ويتمتع حينئذ بالحريه المطلقه التي تجعل ارتباطه الكامل بخالق هذا الكون وبخالق هذه القيود وبخالق هذه الشروط وبخالق انواع خالق انواع العبوديه كلها وبهذه الحاله يشعر بالحريه المطلقه إذا هي خضوع لله وتحرر مما سواه ممكن نعم أن نقول هذا تماما نعم سيدي هل من الحريه ان يتحرر الانسان من كل قيد او قانون اخي قيود التشريع الرباني عندما وضعها الله سبحانه وتعالى هدفها حمايه الفرد وحمايه المجتمع عندما نقول مثلا ان المراه تخرج دون حجاب كما تريد في الطريق هي حره في ذلك نعم لكنها في هذه الحاله تكون في قمه الانانيه لماذا لانها لا تشعر بمشاعر الشاب الاعزب الغير متزوج الذي يغتر بمفاتينها ففي هذه الحاله هي تدمر مشاعر واحاسيس الاخرين لتحصل على حريه متوهمه ليست حقيقيه آآ آآ ليس لها آآ وجود حقيقي الحريه التي تحفظ حريتك وحريه الاخرين وحقوقك وحقوق الاخرين تكون بالسير على منهج الله سبحانه وتعالى. أه الحريه لا تعني التحرر من كل القيود. بل تعني ان تلتزم بالقيود التي تحمي مجتمعك من الدمار والانهيار. تعني ان تلتزم أه بنظام المجتمع وانضباطه. هذا النظام والانضباط هو الذي يجعلك يحمي المجتمع من الدمار والفوضى لذلك الحيوان مثلا هل نقول أنه حر مطلق تماما لا يوجد فطرة غريزية هذه الفطرة غريزية هي التي تضبط تزاوجه نعم. وتضبط علاقته مع الآخرين وتضبط حياته وتضبط كل شيء فإذا جاء الإنسان وخرج من كل القيود بشكل كامل حتى قيود الأوامر الربانية وقيود التشريع نعم. ففي هذه الحالة يكون أسوأ من الحيوان مه. إذا انضبط بهذه القيود فهو خرج من العبودية لأقرانه من المخلوقات البشرية مه. وخرج من العبودية لشهواته ونزواته وأصبح في هذه الحالة حراً وأرقى من الحيوانات آه طيب سدي إذا يعني كيف نوازن بين الحرية المطلقة والحفاظ على القيود التي تحمي المجتمع من الدمار أه نحافظ على هذا التوازن من خلال أه تشبيه ذكره الرسول صلى الله, صلى, الله صلى الله عليه وسلم لنا في حديث النبوي الشريف مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة م -م. فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها نعم. فإذا أراد منهم في أسفلها أن يستقوا الماء مروا على من هم أعلاها نعم. فقالوا لو اننا خرقنا في قسمنا خرقا ولا نضركم يعني لا نؤذيكم في ذلك احرارهم نحن احرار هذا القسم لنا ونحن نخرق فيه خرقا فان اخذوا على ايديهم نجوا منهم الذين في الاعلى وفي الاسفل ونجوا جميعا واذا تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا اذا سمحنا لبعض الافراد ان يخرق قوانين الطبيعه ويخرق هذه السفينه سيدخل الماء ويدمر السفينه كلها ونصبح كلنا تحت هذا البحر. واذا اخذنا على ايديهم وحافظنا على هذا الانضباط وحافظنا على هذا التوازن بالالتزام باوامر الله سبحانه وتعالى وبالاوامر الربانيه اذا في هذه الحاله نحافظ على مركب العالم وليس فقط مركب المجتمع. والاحاديث في ذلك كثيره. ما فشت الفاحشة في قوم إلا وابتلاهم الله بآلام وأوجاع لم تكن في أسلافهم مم. طيب آه قديما كان هناك زنا لم يكن هناك إيدز كان هناك الزهري والسفلس مم. لم يكن له علاج مم. كانت الأم إذا أرادت أن تدعو على ولدها تقول بلاك بالفرنجي بالفرنجي إيش هو مرض الزهري والسفلس مرض الزنا والفاحشة التي جاءت مع الأوروبيين إلى العالم الإسلامي مم. وجدوا لها علاجا خرج الإيدز سيجدون له علاجا سيخرج غيره لماذا؟ لأننا خرقنا سفينة المجتمع، <مم> هذه ليست حرية. <مم> هذه تدمير للعلاقات الاجتماعية وتدمير للمركب البشري. سيدي الآن يعني يأتي هنا سؤال يعني أين حرية الاعتقاد؟ أين حرية الأفكار؟ أين حرية الـ 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 يعني الإنسان حر بسلوكه؟ آه لو لم يضمن الإسلام حرية المعتقد في العالم الإسلامي لما وجدت نصرانياً أو يهوديا مه. أو جميع الديانات الباطنية الموجودة في قلب العالم الإسلامي وهي تزرع الآن الفتن والبلابل في بلاد الشام والعراق وإيران وغيرها وباكستان ولبنان وغيرها من المناطق. مه. الإسلام حافظ على حرية المعتقد وضمنها لكل الديانات. مه. لو لم يكن هناك حرية معتقد في التشريع الإسلامي آه لرأيت هذه الديانات قد أبيدت كما أبيد المسلمون في الأندلس صحيح. كما أبيد وأصبح اسمها إسبانيا لا. يعني مسحوا كل شيء له ارتباط في التاريخ لا. القديم كما أبيد الهنود الحمر في أمريكا لا. كما حاولوا أن يبيدوا المسلمين في البوسنة والهرسك والشيشان على يد الكاثوليك والارثوذكس والعالم الذي يدعي الحضاره والحريه في القرن العشرين يقولون زماننا زمان الحريات لا زماننا زمان قمه العبوديه لكن عبوديه المافيات والعالم يصمت ويسكت لو لم يكن لدينا حريه معتقد لما رايت هذه الكنائس شامخه الى هذا الوقت ونحن رأينا أثناء الثورة السورية كيف أن أحد الأشخاص دخل إلى كنيسة وقال أنا كسرت الكنيسة وكسرت الخمور وكسرت الكذا فقامت الدنيا عليه ولم تقعد ليس من النصارى بل من المسلمين لأن لدينا ضوابط شرعية دائمة تحافظ على حقوق المسلم وحقوق غير المسلم في هذا المجتمع وهذه الحرية الحقيقية نحن نضمنها لهم وليس هم من يضمنها لنا في مقابل أن العالم كله يحاول قتلنا ونحن نضمن حرية اعتقادهم ومعتقداتهم ودينهم يعني لعل حتى في قول يعني في تسميتهم أهل الذمة ذمة الرسول عليه الصلاة والسلام ها. فعندنا هذا الاسم مقدس يعني سمعت من بعضهم أنه يعني يعني يتحسس من هذا الاسم بالعكس هذا ذمه الرسول عليه من اذى ذمة. ذميا فقد آذان الذمه هي العقد بين م. الطرفين وهو العقد الذي عقدوه مع الرسول صلى الله عليه وسلم م. الامه الاسلاميه كلها تحفظها الى قيام الساعه والذي لا يحفظ لا يحفظها لا يلومن الا نفسه م. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من خفر ذمه معاهد لم يروح رائحه الجنه م. لا اذكر تتمه الحديث لكن هذه الضوابط نحن نحن اوصياء عليها نعم ونحن نحافظ عليها نعم. نعم الحديث من اذى ذميا فقد اذاني يعني عشان نعم. اذى الرسول عليه الصلاه والسلام علي نعم. سيدي تقول يعني بعض يعني الشبهات ان تحكيم الشريعه فيه منافاه وتعارض مع حريه المعتقد يعني النصراني اليهودي لماذا يجبر على قبول الاحكام والقوانين الاسلاميه أه اخي في الديانه اليهوديه والديانه النصرانيه لا يوجد تشريعات مه. لا يوجد قوانين والعبادات الدينيه شيء والتشريعات القانونيه شيء اخر م. هذا الشيء يجب ان نفهمه وندركه بشكل واضح ودقيق م. ومع ذلك توجد بعض القضايا المرتبطه بالناحيه القضائيه فقد سمح وهذا معروف في التاريخ الإسلامي سمح التشريع الإسلامي بأن يكون لهم محاكم خاصة تحكم بينهم لا نتدخل فيها إلا إذا رفعوا قضاياهم أين؟ إلينا. إلى محاكمنا إلى محاكمنا في هذه الحالة عندما نقول نحن ضمننا لكم كل شيء يتعلق بالدين طيب نحن لا نريد تحكيم الشريعة طيب لماذا لا تريد تحكيم الشريعة؟ إذا كان لا يتدخل في دينك ولا يتدخل في عبادتك ولا يتدخل في صلاتك ولا يتدخل في شعائرك ولا يتدخل في أي شيء له علاقة بالدين نعم سيقولون نريد القانون الفرنسي قانون أمريكي قانون إسباني قانون هولندي قانون غربي قانون شرقي نعم. طيب إذا كان هذه القوانين ليست من تشريعكم أنتم أيها اليهود والنصارى فلماذا تريدون أن نترك التشريع الإسلامي لنأخذ بتشريعات شرقية وغربية هل هو نوع من الاحتلال بصورة مبطنة هذا يجب أن ندركه أنت صاحب دين ولست صاحب تشريع وحافظنا لك على دينك ونحن أصحاب دين وتشريع وتشريعنا يحافظ لك على دينك إذا تريد أن نحكم عليك القانون الإسباني ونبيدكم كما فعل الإسبان في المسلمين في إسبانيا لا نستطيع ان نفعل ذلك لان ديننا لا يسمح بذلك نعم صحيح وليس من مصلحتكم ان نفعل ذلك صحيح صحيح نعم يعني حتى الدكتور احمد حوا كان ضيف في حلقه من حلقات هذا البرنامج ذكر لطيفه جميله اننا نحن المسلمين عندما ندخل الى احدى الدول الغربيه للجوء أو لأخذ جنسية أو للإقامة هناك مجرد الدخول يوقعوننا على شروطهم ومن شروطهم احترام قوانينهم واحترام أنظمتهم واحترام ثقافتهم حتى ويشترطون للدخول في جنسية البلد أن يعني نتقن هذه الأمور وأن نذوب في هذا المجتمع فنحن أقل منهم أم ثقافتنا أقل يعني كانت لفتة جميلة فضيل الدكتور هل يجبر الإسلام النساء على لبس الحجاب أو على شراء الإسلام الظاهرة؟ فاختلط يعني عند الناس هذا الموضوع وخصوصا ما يمارسه بعض التنظيمات تنظيم العراق والشام اختلط ممارسة هؤلاء وبين التشريعات الإسلامية نرجو أن توضحوا لنا الفرق ممارسة هؤلاء في إجبار الناس على زي معين نعم نعم يعني اشترطوا لونا معينا اشترطوا تدخلوا حتى بالألوان يجب أن نميز هنا بين النواحي التكليفية التعبدية وبين الاحكام الوضعيه الاحكام الوضعيه وليس القوانين الوضعيه ها. تمام الاحكام الوضعيه التي وردت في اصول الفقه التي يترتب عليها عقوبات يترتب عليها اجبار من الحاكم يترتب عليها امور اخرى تمام اسمحوا لنا فاصل قصير نعود ونستكمل هذا السؤال ان شاء الله تفضل اعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين نعود ونستكمل حوارنا مع فضيل الدكتور إبراهيم عبد الله سلقيني حول موضوع الحرية في الإسلام فضيل الدكتور قبل الفاصل كنا نسأل عن موضوع الحرية ولباس المرأة وممارسات بعض التنظيمات التي تدعي أنها إسلامية يعني وتلزم الناس بألوان محددة وأشكال محددة بالألبسة يجب أن نميز بين الأحكام التكليفية التي هي الإباحة والتحريم والاستحباب والكراهة والوجوب نعم. هذه أحكام تكليفية تعبدية تتعلق كل إنسان بنفسه بشخصه نعم. والأحكام الوضعية طبعا الأحكام الوضعية التي وردت في أصول الفقه التي رتب عليها عقوبات ويترتب عليها ثواب من الحاكم وإلزام وإجبار وغيره نعم. وليس القوانين الوضعية التي هي من وضع البشر لا الأحكام الوضعية ناحية أصولية علمية فقهية الحجاب هو حكم تعبدي وكلمة حكم تعبدي إذا هو يجب على كل مرأة من النساء بعينها حكما شرعيا تعبديا وبناء عليه لا نستطيع أن نجبر المرأة غير المسلمة على الحجاب والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبر اليهود في المدينة المنورة على الحجاب مع أن بعض النساء اليهوديات كنا يرتدين أزياء فاضحة هذا ثابت نعم آه. و يعني يرتكبنا افعال غير لائقه ايضا ومع ذلك لم يجبرهن الاسلام على ارتداء الحجاب مم. لماذا لان هذه قضيه تعبديه مم. تمام تعبديه تكليفيه وليست من الاحكام الوضعيه التي يجوز للحاكم يعني ان يجبر عليها أسلفتم سيدي بدايه الحلقه قلتم اللباس يعني ربما يؤذي الشباب الغير متزوج هذا الذي هذ هذ ساتكلم مم. عنه لكن من حق الحاكم مم. ان يجبر الشعب على ارتداء حد أدنى من الزي الذي يضمن الحشمة داخل المجتمع <applause> هذه الحشمة ليست إجبار على تشريعات إسلامية هي إجبار على فطرة الإنسان السوي وأنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة لماذا؟ لأن المجتمعات الحالية وصلت لمرحلة من العري ليست موجودة في الحيوان لأن الحيوان يغطي جسمه الريش والوبر والصوف والشعر وغيره لكن الإنسان إذا لم يلبس والعياذ بالله تعالى أيضا يظهر مناظر مقززة حتى وليست فاتنة في, في كثير من الأحيان للأسف ف هذا الاجبار ليس اجبارا على تشريع اسلامي ولكن اجبارا للحفاظ على المجتمع يعني ممكن ان نقول نظام عام نعم، نظام عام مم. وليس اجبارا على تشريع اسلامي. مم. هنا يجب ان نذكر انه لا يجوز للحاكم ان يجبر المجتمع على اي شيء الا اذا ورد نص يدل على الاجبار. اذا ورد نص يدل على الاجبار اذا نفهم من هذا النص ان هذا الحكم ليس تكليفي ولكنه حكم ماذا؟ وضعي. مم. يحق للحاكم بناء عليه ان يجبر. مم. ولم يرد نصا يدل على اجبار الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء على زي معين او لباس معين. هنا يجب ان نفهم قضيه اخرى ان هذه التنظيمات التي تجبر النساء على لبس معين تجبرهن على ستر وجههن. طيب ستر الوجه هو قضيه خلافيه. انا من حلب وانا اختصاصي فقه واجتهادي الشخصي انه يجب على المراه ان تستر وجهها. لكن هو في النهاية قضية اجتهادية كيف تجبر الناس على زي معين ويتركوا زي آخر وكلاهما رأيان اجتهاديان في الفقه الإسلامي بل على العكس الألباني يرى بجو بجواز كشف وجه المرأة طيب هؤلاء يدعون أنهم سلفية لم يأخذوا بسلف القديم ولم يأخذوا بالنصوص ولم يأخذوا بالتشريع ولم يأخذوا بأقوال العلماء المعاصرين ولم يفهموا أن هناك مسائل اجتهادية لا يجوز أن يعني ربما سيدي يحتجون بهذا الموضوع يقولون لنا آه للامام ان يحسم الخلاف يختار احد الاقوال ويلزم بها العامه لا ليس من حقه ان يفعل ذلك الا في حالات وضوابط خاصه يتاكد فيها وقوع الضرر على المسلمين ليس له ان يختار لا. هذا الموضوع نعم طيب سيدي هل كي يعني لو قلنا هل تتعارض الحريه في قوله تعالى لا اكراه في الدين الذي يثبت عدم الاكراه مع قول النبي عليه الصلاه والسلام من بدل دينه فاقتلوه، هل هناك بينهما تعارض؟ اخي عندما يلفظ الانسان الشهادتين نعم no. فهذا يعد التزاما بمجموعه من الالتزامات ومجموعه من الحقوق يحصل عليها mm -hmm. تمام؟ mm -hmm. من ضمن هذه الالتزامات هذا الامر من بدل دينه فاقتلوه، mm -hmm. طيب انت اقرا الاسلام كامل لا تدخل في الاسلام اليوم، ادخل بعد اسبوع، لا تدخل بعد اسبوع، ادخل بعد شهر، لا تدخل بعد شهر، ادخل بعد شهرين، لكن اعرف كل ضوابط الاسلام وتاكد انه الدين الحق. نعم. بعد ان تتاكد انه الدين الحق نعم. فلا يسعك ان تخرج منه. نعم. لا. لانه ليس لعبه اطفال يوم تدخل يوم تطلع، يوم تدخل يوم تطلع، يوم تدخل يوم, تدخل يوم تطلع. نعم. تمام؟ نعم. طيب يقول لك لا أنا والدي هو كان مسلم وأنا جئت لأن والدي مسلم، طيب إذا أنت تعتقد في هذه الحالة أن والدك سفيه وجدك سفيه ووالد جدك سفيه إلى ثمانية قرون سابقة وأنت الوحيد الذي طلعت عبقري زمانك وتريد أن تقول أن هذا الدين ليس صحيح وتريد أن تخرج منه، تمام؟ من حقك أن تخرج من هذا الدين لكن مع خروجك من هذا الدين تخرج من بلاد المسلمين إلى الغرب تمام لذلك ماذا يقول الفقهاء لحق بالغرب لحق بالفرنجة لحق بالفرنجة لحق بالفرنجة لماذا لأنه إذا أراد أن يترك هذا الدين وهو مقتنع تماما يجب أن يضحي لخدمة هذا الدين الجديد ويذهب إلى الدولة التي تدعم هذا الدين الجديد الذي يريد أن يدخل إليه م. أما والله يجلس في بلاد المسلمين ويريد أن يعبث ويلقي كلام جزافا ويعتبر هذا نوع من التسلية والرفح والرفاهيه، لا عقول الناس ليست لعبه لا بيده ولا بيد غيره. يجب ان يضحي، لا يريد ان يضحي اذا يدرس كلامه كثيرا قبل ان يخرجه، أوه. هذا هو الهدف. فالمساله مساله ردع تمام أوه. وليست مساله ولعل السبب ورود الحديث أوه. الله اعلم ما فعله اليهود يعني كانوا يدخلون في اول نهار ويخرجوا كما يوم القران. نعم. 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 العبث نعم. العبث الفكري الذي يدمر المجتمع الاسلام لا, يسم لا يسمح به. نعم. توجد دول تستطيع ان تحمي هذه الافكار، تحمي سليمان مرشد، تحمي الذين يرسمون رسوم كاريكاتوريه مسيئه، تحمي الداعريين المثليين هكذا، فضل الدكتور يعني إليها. حتى في بلادنا لو ارتد عن الدين والعياذ بالله، وبقي صامتا لا يتكلم ولا يثير القلاقل ولا كذا، لا نكشف عن قلبه ولا نساله. لسنا مسؤولين أما عنه. اما بدا عنه. ينشر الشبهات هنا وهناك ويشكك الناس في دينهم، هنا ياتي الله العليم. طيب سيدي، في مجال السياسه. يعني هل ضمن الاسلام للمواطنون اذا صح التعبير ان يبدوا أراءهم في الحكم وكيفيه الحكم وصلاحيه وهل لهم صلاحيه للنقد بالمجال السياسي؟ المجال السياسي مجال كبير جدا جدا لانه له فروع فقهيه ونحن نتكلم عن فقه هذا يحتاج الى حلقه خاصه يمكن التكلم فيها في كل تفاصيلها يعني نعم. لكن يجب أن نفهم أن من حق الناس أن يختاروا حاكمهم بأنفسهم وهذا مم. هو جزء من الشورى وهذه هي البيعة تمام أما الأخذ بالتغلب كما تفعل بعض الجماعات في زماننا فهذا الحكم الجبري الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو تكملة لحكم الفراعنة لكن هذا يصطبغ باسم الإسلام وهو منه بريء وذاك يعني الحرب على الإسلام وأيضا الإسلام منه بريء لأنه يتظاهر بحضور الجمع والجماعات وغيرها لكن إذا اختاروا حاكما معينا فهم ملتزمون بعدم تغييره حتى يغير فإذا غير كلمة غير يعني خرج عن الجادة خرج عن الخط فلا نقول من حقهم أن ينتقدوه بل يجب عليهم ان ينتقدوا مم. ويجب عليهم ان يضغطوا عليه بكل وسائل الضغط حتى يرجع الى الطريق السوي والطريق المستقيم مم. تمام مم. فعندما يضغطون عليه بكل وسائل الضغط سيحشرونه في الزاويه اما ان ينصاع للحق ويمشي عليه واما ان ينحرف انحرافا كاملا كما حصل عندنا في عندنا في بلاد الشام وعندها يجب اجتثاثه كما قال الامام السرخسي اذا ظهر غشمه وصال على الخلق، يعني وهذه من النصوص النادره في الفقه الاسلامي لم يذكرها غيره، ولم اكن اتصور انها كانت متصوره قديما فيجب عليهم استئصاله. نعم ممكن ان تعيد النص إذا ظهر غشمه وصال على الناس فيجب عليهم استئصالهم مم. لدفع مفسدته في هذه الحاله وهذا ما حصل معنا معناها النصوص الشرب. التي دائما كانوا يعني الا ان تروا كفرا بواحا ويخضعون صحيح الناس صحيح لا ترفع سلاحك حتى ترى كفرا بواحا اما اذا مم. لم ترى كفرا بواحا يجب عليك ان تضغط عليه حتى يرجع الى الجاده الإمام السرقسي قصده نعم. إذا بدأ بقتل الناس كما فعل تماما نعم. فهم يضغطون عليه يضغطون عليه إما يرجع إلى الحق أو يظهر غشمه إذا ظهر غشمه وجب استئصاله نعم. نعم. فنحن بين للأسف نقيضين بعضنا يشطح بالخضوع والعبودية للحاكم وبعضنا يريد أن يخرج عليه بالسيف لا المسألة متدرجة نعم سيدي بقي معنا دقيقتان والحديث واسع عن الحرية بناء على ما ذكرتم هل يحق للحاكم أن يجبر الناس على طاعته ويجبرهم على الخضوع له بدعوى عدم الفتنه و عدم السماح للبلبله والفتنه؟ لا يحق له ذلك ابدا فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه وذكر منهم رجلا اما قوما وهم له كارهون بل من واجبه ان ينظر في سبب سخطهم فإن كانوا على حق يجب عليه أن ينصاع لمطالبهم إن كانت مطالبهم محقة وإن لم تكن محقة يجب عليه أن يبين لهم سبب بطلان أقوالهم نعم هل في الحرية هل في الدين أصلا حرية سيدي وهذا تكلمنا عنه يعني أنا سمعت من بعض الباحثين أن الحرية من مقاصد الشريعة فلا هذا صحيح الحرية ليست من مقاصد الشريعة الحرية هي أساس الدين هي المقصد الأسمى والأساس الذي جاءت به كل الشرع وإذا نظرت في القرآن الكريم تجد تكرر هذه الآية على لسان جميع الأنبياء يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فهذا هو الحرية كما قلت في بداية الحلقة التحرر من العبودية لكل شيء والخضوع لله سبحانه وتعالى لذلك الذين يتهمون الثورات العربية بأنها تخرج للحرية وهذا مخالف للشرع لا هم يعملون على أساس الشرع وهو ازاله فرعون البشري والخضوع لله سبحانه وتعالى وفي سبيل ذلك يقتلون كما قتل بني اسرائيل بنو اسرائيل من قبل وكما قتل اصحاب الاخدود. نعم. سيدي يعني الحديث عن الحريه وكذا حديث جميل، لكن على ارض الواقع لا نجد له يعني وجودا وواقعا فعلا. متى يمكن ان نرى هذا؟ الحريه نظام متكامل، جزء منه ديني، وجزء منه اخلاقي، وجزء منه تشريعي. أه وجزء منه ثقافي توعوي إذا اجتمعت هذه الأمور التشريع مه. والأخلاق مه. والتوعية الثقافية في الأمور مه. ووجدت في قلوب الناس وفي عقول الناس وفي حياة الناس وفي وجدان الناس عندها سنراها في الواقع أما ماشيتات ورقية أو كتب أو مؤلفات أو كلام طائر في الهواء هذه ليست حرية نحن نمارس العبودية بشكل 24 ساعة على 24 ساعة سبعة أيام في الأسبوع، العبودية لشهواتنا ونزواتنا ومصالحنا، وهذا هو سبب غرقنا في العبودية والعياذ بالله تعالى- آه جزاك الله أن يحررنا جميعاً. اشكركم على اتاحة هذه الفرصه فضيلة الدكتور، ان شاء الله لنا لقاءات اخرى نستفيد من علمكم. حياكم الله وانتم اعزائي المشاهدين اشكر لكم حسن متابعتكم وعلى امل اللقاء بكم في حلقه جديده من برنامج فقه الثوره استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.